Panggil nomor peserta 6. Nomor urut ayat 2. Membacakan surah Maryam. Halaman 309 ayat 53. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyya. Majelis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين Thank you.
صدق الله.